السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم خالد صلاح الدين في فيديو جديد راح نتحدثوا فيه على الفاكسيناسيون تاع الكوفيد، خصوصا كيما نقولوا السايد افكتس، العوارض الجانبيه لي زيفي سيكوندير تاع الفاكسين، في ظل انتشار كيما نقولوا خرافات وخزعبلات خاطئه على هذا الموضوع والناس اللي راهي تخوف في السوشيال ميديا من الناس على هذه الفاكسين. اليوم حبيت انني نجاوب لكم السؤال اللي كامل يطرحوا فيه، هل الفاكسين تاع الكوفيد تمد الكوفيد او تمد امراض اخرى خطيره؟ تابعوا معنا هذا الفيديو باش تفهموا شنو هو الكونسيبت تاع الفاكسيناسيون وعلاش يجوا لي زيفي سيكوندير. اولا لازم نعرفوا بلي الفاكسين هي عباره انهم يمدوا لك فيروس او بكتيريا تكون ضعيفه او تكون ميته او اجزاء منها. لماذا؟ باش الجسم المناعي تاعك يخدم اجسام مضاده لهذاك الفيروس. اكيد الجسم المناعي تاعك يخدم هذه الاجسام المضاده كيقوم بهذه التفاعلات راح تكون كاينه اعراض كارتفاع الحمى، كالم في المفاصل، كالم الراس، كالدوخه، كالحكه. هذه تجي ماشي من الفيروس نفسه او من الفاكسين نفسها، تجي من السيستم المناعي تاعك كي رياجي لهذا الشيء، وهذا امر طبيعي جدا. وهذه الاعراض الثانويه تمتد من 24 ساعه اي حتى 72 ساعه، وممكن انها تمتد الى اسبوع. ولكن الخطر تاع الفيروس او الخطر تاع المرض نفسه اخطر بكثير من الخطر تاع الفاكسين. هي عباره عن كما قلت لكم تفاعلات تاع الجسم تاعك المناعي لهذا الفيروس، لهذا لا يوجد خطر. واي فاكسان قبل ما تخرج على بالكم بلي راه لازم تقوموا بالعديد والعديد من التجارب الكلينيكيه باش يحافظوا ويعرفوا بلي راهي تكون امنه وسليمه على جسم الانسان. هل هناك مثلا نقولوا تفاعلات خطيره؟ اجل كاينه، ولكن نادره جدا، يعني تلقى واحد ولا اثنين في المليون. هذا الشيء لا يدعو الى الخوف، الفيروس في حد نفسه يكون اخطر بكثير كثير. ايضا هناك السؤال الذي دائما راه يطرح فيه، يقول لك كاينه ناس دارت الفاكسين تاع الكوفيد مرض بالكوفيد. هذا خطا، هذه معلومه خاطئه، لان الفاكسين تاع الكوفيد يمد لك اجزاء من الفيروس، والله يمد لك الفيروس ميت، والمناعه تاعك كي تبدا تخدم الاجسام المضاده باش تحامي عليك تصرى لك تفاعلات تمد لك هذيك الاعراض الجانبيه. لهذا سواء انت راك كبير في السن ولا سواء راك صغير في السن، سواء راك في صحه جيده، ننصحكم انكم ديروا فاكسين باش تحموا انفسكم، باش تخدموا المناعه تاعكم وتحموا خصوصا اقاربكم واحبابكم الناس الكبار اللي ما يقدروش يدافعوا على نفسهم. لهذا في اي فرصه، في اول فرصه توفر لنا جميعا اللقاح خذه وانصح به الناس كامل. هذه هي، ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، حاولت اعطيكم معلومات جينيرال. ما تنساوش تخلونا لايك وكومنتير وتابعونا في الفيديو القادم.